أهلا بكم في موجز أخبار الاقتصاد والمال. أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حسين السعبري ارتفاع أسعار العقارات في بغداد ولجوء العراقيين لشراء العقارات في تركيا والأردن. وقال السعبري إن شراء العراقيين للعقارات في تركيا والأردن له عدة أسباب، أبرزها تردي الأوضاع الأمنية والسياسية التي جعلت العراقيين يندفعون للخارج لشراء عقارات، لأن العراق لا يعتبر بيئة جاذبة للاستثمار. أضاف أن مشاريع هيئة الاستثمار تعد بسيطة بالنسبة لحاجة العراقيين، لأنهم بحاجة إلى 4 ملايين وحدة سكنية، فيما الموجود لا يتجاوز مئات الآلاف فقط. جددت حكومة كردستان العراق رفضها قرار المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف تصدير نفط أربيل دون موافقة بغداد، مبينة أنها لم تتسلم المخصصات المالية من بغداد منذ عام 2004. أقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل إنه منذ عام 2004 لم تستلم كردستان سوى 5% من جميع واردات العراق سنوياً، ولم تراعى الاتفاقات السياسية في تحديد حصة كردستان التي كانت تبلغ 17% بسبب الاستقطاعات ومنها القروض المترتبة على الحكومة في بغداد، مضيفاً أن القانون أعطى أربيل الحق في بيع واستثمار النفط دون ذكر التفاصيل، وأن مسألة بيع النفط تم استغلالها سياسياً. ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار على حساب المبيعات النقدية بنسبة تجاوزت 90% في افتتاح مزاد البنك المركزي في العراق. مصادر صحفية أفادت بأن البنك المركزي باع يوم الأحد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 211,575,844 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مضيفة أن 90.5% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات. قال مسؤولون حكوميون إن التأرجح وعدم الاستقرار في سعر صرف الدينار العراقي مؤخرا يتسبب به المضاربون بالعملة. أضاف المسؤولون أن الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار في أسواق العراق يعود إلى إقبال المواطنين على شراء الدولار، لا سيما مع انهيار العملات المحلية لبعض دول الجوار، كما أن تأخر نزول الأرصدة في دبي التي اشترتها البنوك عبر المزاد على شكل حوالات الأسبوع الماضي كان لها أثر كذلك في انخفاض سعر الدينار العراقي. قالت منصة S&P Global Commodity Insights إن وزير النفط الحالي أعطى جداول زمنية متضاربة لتعزيز طاقة إنتاج النفط في البلاد. أوضحت المنصة أن الوزير قال إنه في 15 من شهر أيار سيرتفع إنتاج النفط من 4,800,000 برميل في اليوم إلى 6 ملايين برميل في اليوم الواحد بحلول عام 2027. هذا الرقم أقل من الهدف البالغ 8 ملايين برميل في اليوم الذي كان قد حدد في السابق لعام 2027. بيّنت المنصة أن الوزير قال إن العراق يتطلع إلى زيادة طاقة الإنتاجية للنفط إلى 5 ملايين برميل في اليوم الواحد بحلول عام 2025 وإلى 8 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2028، ما اعتبرته المنصة تضاربا كبيرا في تصريحات الوزير. وهذه انتقالة سريعة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز الاقتصادي. إلى اللقاء.